الحكومة سيدعو رئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة تانية. يبدو رايحة القصة نحو يدعي إلى جلسة. وهيدي طبعا صارت واضحة. الجلسة بدها تؤدي إلى توتر يعني بوقت إنه. بس تحت أي حجة بده يدعي إلى جلسة؟ هلا تحت أي عنوان؟ قبل كان عنوان الاستشفاء، هلا تحت أي عنوان؟ هو السؤال مدام جافين. إنه حسب النوايا. يعني اذا فيني انه هلا اني عم بحطوا موضوع الكهرباء بدا بحطوا مواضيع المراسيم الترقيات اللي رفعها اللواء عماد عثمان لوزير الداخليه، يعني وزير الداخليه في كلام كثير هي انا قلتها يعني برجع بقولها بالبلد هون قايم مع التفاهمات اليوم لانه في هذا النوع من الصراعات والكباش يعني ما ادى الى هذا الوضع. يعني هو السؤال الاساسي طب انه اليوم عم يعني اذا بدنا نقول اذا اليوم نجيب ميقاتي عمل جلسة انه الدولار نزل 1005 عند السنة لانه هو بده يرد السنة انه هو يعني كسنة عم يكسر المسيحيين وعم بفجر انه هو قادر يكون عمر بن الخطاب يعني انه هو يعني اليوم حريص على حقوق المسلمين نتيجة انه جبران باسيل اذا رفض الجلسة عم نحكي وقاتل مشانا كمان انه الدولار بصير 1005 والناس بصيروا كل يوم يعني مرتاحين ما هي عملية مزايدة. وقصة جبران بدي اقول هون لانه مره طلع مني كلام مره يعني طلع مني كلام وبعدني انا عم اقول بواقعيه دائما في فعل ورده فعل ما احكي تفاصيل بعرف راي العام انزعج منه وانا بفهم اذا راي العام يعني ما تقب يعني ما قبل منه هالكلام بتمنى يعني انه يعذرني باللي طلع منه لانه بصير في له اسباب ما راح احكي تفاصيل صار في خطا مني انا بعترف بالخطا لانه صار في خطا ناتج عن شيء انحكى معي وانحكى يعني بالموضوع بس انا بتمنى راي العام ينسى هالموضوع يعتبر انه مثل اي انسان قبل الخطا بيخطئ وانا بمحل معين اخطات بالكلام تجاه راي العام مش اكثر يعني عم حدد الجمله نعم. بتمنى انه تكون القصه صارت وراهم والناس بلبنان مش طالبه يا مدام جافين اكثر من انه اللي شافوه بالسعوديه انه يشوفوا الفنان الكبير عاصي الحلاني والست نوال الزغبي واخر انه بدهم بلدهم هيك ما بدهم يكونوا مثل حدا بدهم يعيشوا حياتهم بس كنا عم نحكي عن اول سنه بعد عم فكر شو بدهم اللبنانيين بتطلعوا هيك لا بدهم اكل بدهم البحبوحه لا بدهم طمأنينة ما فيك تعملي هالشيء اذا ما عندك اياها يعني بدهم المدرسه بدهم المستشفى بدهم الصحه بدهم محمد بن سلمان واضح واضح ايه ما عم نحكي بس قصدي نحن خلينا نبلش هون يعني قبل ما مليون بس يصير دولار انه مثلا رجع 1005 او 2000 طيب. معناتها تأمن كل شيء يعني الطبابه والمدرسه هيك عم بحكي ايه. انه الناس مش بدهم فن ايه. بس ترجع اقول لك المئات رئيس مئات راي على مشكل بالبلد الناس ما بتتحمل مشكل بقى يعني اللي صار انه الناس ما بقى تتحمل وهون يعني في خطا مين بده ما في حدا هون حزب الله عم بيقول له لجبران باسيل انه قلنا لك عمل الحكومه من اول ما قبلت وانت هلا زعلان منا مزعل حالك وما في حكومه طب كيف تحمل النتيجه يعني كمان حزب الله اليوم تحمل نتيجة بس اليوم اللي حكيت بطرك امبارح عفوا بطرك الراعي امبارح بشقين الشق الاول له علاقه بموضوع انه مراسيم عم ينحكى عنها يعني صار كبير كبر الموضوع يعني ما بقى يقبلوا المسيحيين وان كان في قوى مسيحيه سكتت يعني في قوى مسيحيه اليوم سكتت عن تجاوزات الرئيس ميقاتي وسكتت حتى تعتبر حالها معارضه هلا ما تقولي لي مين وكيف انه سكتت عن كثير امور عم بيعمل فيها مخالفات الرئيس ميقاتي يعني بالليبون بوست بفهم انا انه التيار الوطني ما يحكي عن الصفقه اللي صارت بتبرئه ببراءه الذمه لليبون بوست بس ما بفهم كمان انه مثلا قوى معارضه مسيحيه ما تحكي بالموضوع بس ليش بتسمي التيار وما بتسمي غيره قصدي لا التيار أوكي. لانه ما اذا بدك ما بسالك لا انا عم بقول ما بسالك مين بس قصدي انه انا عم بقول انه القوى المسيحيه الثانيه الاصلاحيه رح انت بتسمي التيار الوطني الحروة قوى مسيحيه التيار انتقدوا لمئاتي التيار انتقدوا أوكي. انه التيار انتقدوا ما عملي لانه التيار انتقدوا إيه؟ انا منتبه يعني مش عم بحكي بش ب ب ب ب ب عم بحكي انه التيار كم فريق مسيحي انتقدوا انه انت عم تعمل هيك تتعمل مصالحك بس عم اقول الفريق الاخر اللي ما انتقدوا طب يا خي امبارح عمل ليبون بوست طب انه خي انتم كيف بدكم تصلحوا انه يا خي يا احرار ويا قوات ويا كتائب ويا مين ما كان طب امبارح عمل صفقه كبيره نجيب ميقاتي بكذا شغله طب انتم وين اصلاحيين هذا السؤال أنا هذا عم بحكي انه ليش نجيب ميقاتي بدنا نراعي لانه في مصالح معه مثلا وبمحل تاني بنسكت لا يا بده يكون في موقف مسيحي موحد مش معناتها جبران باسيل اخذون عليه يا بدكم تقولوا نحن مع الحكومه وعقد الجلسات وتطلعوا تقولوها من بكركي او لا
هذا عم بقوله انا انه هينا هون بيوصل البلد على يعني انا ما بدي السنه الجديده يكون فيها تشنج، مشان هيك قلت اللي بدي اقوله عن موضوع جبران باسيل. مش معناتها يعني الموضوع واقف عندي، بس لانه التيار بيحكي ميزه التيار بالواقعيه مش بالواقع بالواقعيه انه بدي بيحكي انه بيطلع لك فينا بقول بدنا نفتح علاقه مع سمير جعجعي، ما جربكم هلا ما عم برد سمير جعجع، عم بيحكي بس ما بيهدوا، يعني الجماعه ما بيقول لهم ما بقولوا بالدارج. طيب. بس الباقيين قاعدين بظل الحائط، هلا عم بيحكي لحتى نخلص من موضوع الحكومه نحكي من الملف القضائي. ليش مسكتين بتكون عم بيحكي عن موضوع له علاقه؟ لا انه هو الجماعه انا عم بحكي انه التيار بقولها وبيعمل هيك تيعمل ديل معهم. طيب. بس هوديكي مثل ما بقولوا ما بيحكوا شيء، بتمشي الصفقات بنقوا ناس وناس هيك عم بحكي. اوكي. لا انا لانه عم تقول دائما انه التيار وغير قوى مسيحيه. قلتي لي سمير جعجع برا معلين وناقشتيني، قلي لي دكتور جعجع بده يبرم عنا به بلد جملات اعطي رايي. ما تسالتيني. ما بده يبرم عنا. اذا ما عندي شيء اقوله. ما بده يبرم عنا. طيب اوكي. اوكي. طيب يعني الرئيس نجيب ميقاتي رايح يعمل يدعي لجلسه. مبدئيا يبدو هيك، يبدو هيك. حتى من دون التشاور مع الوزراء، لانه اخر مره بالجلسه التشاوريه كمان صار مشكل كثير كبير على خلفيه المواقف. هلا خلص صار يعني عنده هو عنده العدد بده اياه، العدد بده اياه عنده اياه. وموقف حزب الله شو؟ طبعا موقف حزب الله. ما هو هذا السؤال، هو حزب الله يا بيقول له ما تعملها ما بيعملها، يعني نجيب ميقاتي ما بيعملها ما بيعملها اذا حزب الله قال له ما تعمل. اصلا اذا حزب الله وقت العقبيه ما استرجع يعملها، ما تجرأ يعملها نجيب ميقاتي. طب ليش بدك تعمل انت ديك نمر على المسيحيين وهونيك تعمل تكون يعني خيفه منهم جبان مع الاخرين؟ وقت العقبيه كان مطلوب ينعمل مجلس وزراء بتتحول على مجلس العدل، ليش ما استرجع يعملها؟